خلونا نتابع مع بعض الأخبار اللي معانا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امبارح ترأس اجتماع خلية الأزمة المشكلة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسحب تراخيص 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، وأحالت المسؤولين عن هذه الشركات إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج اللي تسببوا في وفاتهم. امبارح أيضا وزير الخارجية سيد سامح شكري قال خلال اجتماع خلية الأزمة إن الحجاج اللي فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة معظمهم من الحجاج غير النظاميين، وده لأن شركات السياحة اللي قامت بتسفيرهم لم تقدم لهم أي خدمات. أخبار مهمة حصلت امبارح أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع خلية الأزمة المشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. خلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة اللي أشار إلى أنه أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين بيرجع لقيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية مما يمنع حامليها من دخول مكة، وبيتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما يتسبب بتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وأثبت التقرير أن تم رصد عدد 16 شركة سياحية بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج. من هنا كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج اللي تسببوا في وفاتهم. امبارح أوضح سامح شكري وزير الخارجية إن الحجاج اللي فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة معظمهم من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات. وأشار وزير الخارجية إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، وحيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة اللي أوفدتها لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وفاته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين اللي أبلغ ذوهم عن فقدهم، مع التأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي. امبارح عرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيراً إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي سيتم سحب رخصتها فوراً وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال. امبارح زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دير القديس مقاريوس الكبير دير أبو مقار ببرية شهت، وده في إطار متابعة قداسته لكافة نواحي تدبير العمل بالدير. واستقبل مجمع رهبان الدير قداسة البابا بالألحان، وتوجه قداسته للكنيسة الأثرية حيث صلى صلاة الشكر وتبارك من وفات قديسي الدير. ثم عقد جلسة في قاعة الاجتماعات مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية ربط خلالها بين الآية الخامسة من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الأولي لتلميذه تيموثاوس ونظيرتها من الأصحاح الأخير من الرسالة الثانية لتلميذه تيموثاوس أيضاً، وعقب الكلمة استمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.